اللهم امين يا رب العالمين. اذا احنا ربي يحفظك ان شاء الله الرئيس وراهم كاع معيدين عليك ان شاء الله يا ربي، ويجعلنا كل عام ان شاء الله نكونوا معيدين ان شاء الله في امن وامان وبخير وسلام يا رب العالمين ان شاء الله. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، بهذا كما نقولوا بمناسبه عيد الاضحى المبارك نهنئ الجميع، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى وطني الحبيب بالامن والرقي والازدهار. اما بعد، في اطار كما نقولوا متابعه ملف اخونا منتصر اللي بالمناسبه نحيوه بمناسبه تخرجه ونيلوا شهاده الليسانس، وان شاء الله في الحقيقه هو اخ مكافح ومثابر. انا بصراحه عن نفسي وين نجي لعنده نعاود نستمد عزمي وقوتي منه لا لشيء، لانه هو كما نقولوا بنصف جسد، وكما تعرفوا انه خاضع للتصفيه، يعني هو عنده فشل وقصور كلوي، وراه عايش حياته، وراه كما نقولوا عايش بامل وعاطفه بمساحه للامل وعايش عادي، وكنا احنا اللي باجساد كامله ساعات نقنطوا من رحمه رب العالمين. لذلك انا في كل مره نجي نزوره نرجع بشحنه وبامل واحد اخر في هذه الحياه. وان كان احنا على مستوى المجلس الاعلى اليوم رانا ننقلوا في رساله منتصر للجهات الوصيه انهم باش يتكفلوا بحالته، اللي هو منتصر نعرفوه باللي هو هما في اللي من حالته هما ثلاث حالات على مستوى العالم فقط. لذلك اليوم احنا نشوفوا مشهد من مشاهد كما نقولوا اللي الجزائر الجديده تجسدها، وهي تواصل السلطه المركزيه للبلاد مع تتغلغل على المستوى السفلي للبلاد. لذلك اليوم السيد وان كان كنت بلغت السيد رئيس المجلس الاعلى للشباب السيد مصطفى حداوي وهو مشكور على ذلك، كي بلغته بحالته واعطيته الاطار نتاعها كامل استجاب وقال هذا وليدنا وما نخلوهش، وهو اليوم راه حاضر معنا. اذا نرحب بسيد الرئيس ونبلغ له تحياتي ونشكره على الخطوه اللي داها معنا، والكلمه لك سيد الرئيس. وخونا منتصر راه معاك. السلام عليكم الشيخ بشرق لاباس. والله غير لاباس الحمد لله. كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. ربي يجازيك شيخ، ربي يعوضك، واش اخباركم انتم كل لاباس؟ نتمنى لك الهناء ليك والاسره الكريمه، وان شاء الله تعيدوا كل عام في خير وفضل وبركه باذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله شيخ، بارك الله فيك، ربي يعوضك. سي منتصر اسمح لي نزيد انا نعاود نرجع بك يوم تقبل العيد. لا صوت تاعك ونقول لك مبروك عليك. بارك الله فيك يعني صراحه على هذا على هذا الروح المناضله والمجاهده والمكافحه. وعلى على كل حال وصولك للتخرج وستريد فجزاك الله خيرا والف مبروك خويا العزيز وغالي. يبارك فيك يبارك فيك شيخ، عقب ما ان شاء الله للولاد ان شاء الله. ان شاء الله فرحان فرحان. كبيره لكثير من شباب الجزائر ولاد الجزائر. وانت يعني بالوضعيه نتاعك قدرت انك تحقق كثير من الانتصارات في الحياه، وبالتالي راك واحد من انا بالنسبه لي واحد من الملهمين لشبابنا، واحد من النماذج اللي مليح نفتخروا بها ومليح ان يعني نجعلوها قدوه باذن الله تعالى. الحمد لله الحمد لله على كل حال شيخ، الحمد لله هذا فخر هذا فخر لينا زين الشيخ الحمد لله. الله يبارك فيك والله العظيم يعني صراحه مفتخرين بك. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله شيخ. وعلى هذا بلا ما ننسى الاسره الكريمه اللي راهي مرافقاتك ولا راهي تعطيك الدعم ولا راهي تعطيك خليني نقول السند القوي باش تقدر تواصل في هذه الحياه وتكافح وتنهض وتحقق هذه المنجزات.
الثاني هما انا ما كنتش متخيل انه دورهم كان ثانوي، دورهم كان اساسي بهذا العمليه. لقوا انسان عنده اراده وقوه، وهما كذلك اعطوا النقطه واعطوا كذلك من جهدهم وقدر يحقق هذا المنجزات. فربي يبارك فيك ويبارك فيهم سي منتصر، وتحياتي للوالده والاهل جميعا ان شاء الله سي منتصر. ان شاء الله شيخ بركة الله، بالخصوص ان شاء الله انهم توصلوا الرسالة نتاعي للسلطات، وخاصة انا قداش من مرة كما نقول نهضر بالعامية توصل الرسالة للرئيس الجمهورية، لانه بصراحة كي تعود من عند الرئيس راح تكون فيها تحركات. لاني الشيخ والله ما نزيد عليك، من 2005 من الحادث وانا نصارع وحدي، والله راني جاهد وحدي، نطلع من نتحرك وحدي، نشوف العباد اللي ممكن نعرفه انه الحين يديروا اللي عليهم، ما رانيش خاطيهم لحد الساعة، راني نجري من بلاصة لبلاصة. راك ممكن نخبرك الاخ زكريا باللي راني رحت لقطر على اساس كل باش نشوف العلاج. رحت درت المستحيل من هنا، رامي يخبرك الوالد والعائلة الكريمة، رحت وحدي والله غير الشيخ، رحت وحدي بعد هزيت العتاد نتاعي ورحت وحدي للقطر على أساس إنه كل باش نأمل لعله يكون فيه علاج. راني شيخ من 2009، الحمد لله أنني رضيت بالإعاقة اللي أعطاها لي ربي سبحانه. بصح في السنوات الأخيرة ملي دخلت في التصفية راهي تسأل الأطباء يخبروك باللي إنه التصفية هي وحدها مش من الأمر الهين، اللي بالنسبة للشخص طبيعي وبالنسبة للشخص العادي، وما بالك في الإنسان بالنسبة جسد أمعاء وأحشاء برا، معناها صعب جدا. قبيلة والله ما نزيد عليك، اليوم جمعة الشيخ رحت درت سيوس، ها هو الشيخ الطيب كان معنا حضر للحصة من قبيل، بعد عاود جيت عاود شد علي الحال. راني كيما هكا ثلاث خطرات في الأسبوع الشيخ، ثلاث خطرات كيما هكا بعد الله يشيخنا ما نقدرش نهضر. تعالى انه يخفف عليك ان شاء الله ويشفيك ويعافيك ان شاء الله، لكن كل واثق من اول هذا الانتصار وفي سبعه جاب مناسبه العيد، واني سمعت هذا الانشغال اللي كان ديجا رفعوا لي سي مخرج تاعنا تما هنا في عندكم في تكوت. شوف طالع معك الى اخر رمق من التصرف باذن الله تعالى وقوته. شوف الملف نتاعك انا واحد من الناس شخصيا وكمجلس على الشباب لرفضوا ونحاولوا نقدموا لك اعانه اللي على مختلف على مستوى مختلف السلطات اللي تقدر تقدم لك اعانه. نتاع انه نتخلوا عليك، وانت حاله خلينا نقول نادره في العالم، موجوده في ثلاثه منها في العالم فقط، والحمد لله تعالى قدرت بامكانياتك الخاصه وبامكانيات اهلك ووقوفهم معك يعني تحقق كثير من المنجزات. نهار اليوم احنا كمجلس اعلى للشباب انا نقول لك انا شخصيا متبني القضيه هذه باذن الله تعالى، وان شاء الله بعضياتنا بحول الله تعالى نطرقوا جميع الابواب باذن الله تعالى. الحمد لله تعالى نهار اليوم البلاد فاتحه الابواب والاذان مفتوحه، وباذن الله تعالى نحاولوا نقدموا التسهيلات اللي لازم تقدم لك باش تقدر تزيد تواصل يعني تحقق انجازات واحده اخرى، وزيد ان شاء الله صحتك تتحسن باذن الله تعالى وقوتي يا سي منتصر. بصراحه الشيخ والله قبل ما كنتش نعاني من كما نقولوا التعب النفسي، لكن مؤخرا في هذه الفترة تعبت الشيخ نفسيا مورا مو عاد يحدث لي انهيار حتى نفسيا بعد شوية الشيخ والله صراحة. يحسن نعاون متصل، لكن نقول بإذن الله تعالى نحاول إن شاء الله بإذن الله تعالى نقدم لك الشيء اللي لازم يتقدم ويدير المستحيل بحول الله تعالى باش يكونوا
المصوب تاعك المصوب يعني ونوقفوا عليه باش بحول الله تعالى نديو معاك الاجر وباذن الله تعالى نساهموا في تحسن الحاله هذه. انت يا جاهدت وناضلت خلال هذه السنوات كامل وكفاك من اجل انك تحقق منجزات ما يحققهاش حتى الشخص العادي وصعيب على الشخص العادي، فما بالك انت في وضعيه نادره في العالم. شوف اسمح لي سي منتصر بالكش اليوم انا عيد باش نعيد عليك لانه كان الملفت تاعي قبل عيد تواصل معايا سي بوكر وجابوني وكذا وبدينا نتبحثوا باش نتخذوا مجموعه من الاجراءات ندخلوا على مختلف المستويات باش الوضعيه تتحسن ان شاء الله بحول الله تعالى ويتم التكفل بك. لكن ماذا انت طرحت لي انشغال هذا في هذا في هذا في هذا المناسبه سكه او صموص العظم كما يقول. وباذن الله تعالى يا سي منتصر باذن الله تعالى اخلق انا في كتابك باذن الله تعالى اخلق انا في كتابك انسانيا اولا واقول اولا وابتداء اخلق انا في كتابك لانه هذه المهمه تاعنا لانه ما لازم نسمعوا الشباب ومن اجل هذا التكريه هذا كي تكون عندنا ادم رقاص مسك وجود عدم وجودنا خير من وجودنا وما نرضاوش احنا بشي هذا سي بري. انا عارف روحي مسوطني في انشغالات كثيره لكن كاين اولويات وانا بالنسبه لي انا كيما انت يا مليح نلتفتوا لها بكل حرقه وبكل حراره وبكل صدق باش ان شاء الله باذن الله تعالى نساهموا من قريب ومن بعيد بحول الله تعالى في انه نعاونوا انه تتحسن حالتك وتزيد تواصل ان شاء الله كفاح في هذه الحياه وتحقق منجزات كثيره ان شاء الله باذن الله تعالى. صدق نشرح لك اخويا العزيز منتصر انا المعلومات اللي موجوده عندي في التقرير اللي رفعوا لي سي بوخلوا راهي موجوده. دوكا اذا كان فهمي لفه وشي ما تلقى به ولا كاين اللي يزيد يوضح لنا مرحبا وسهلا ابتداء خليك كيف ما تبعث واحد ولا سي بوخلوا ابتداء نبعث حتى واحد باع سي بوخلوا يطلع الملف ولا يصوروا ويبعثوا لنا ومرحبا وسهلا ابتداء من غدا او بعد غدا باذن الله تعالى نتحركوا على مختلف الاتجاهات باش نقدروا نقدموا لك ان شاء الله الاعانه اللي لازم والحمد لله مختلف السلطتين تفاعلها وتعاونها وباذن الله تعالى ندوا الاثار الصغيره اللي نحققوا بها نتيجه ان شاء الله ان شاء الله خير بارك الله فيك سي فراس. انا فرحت اليوم بالتواصل معك لكن هذا الشهر تحتك المراد سي منتصر ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله تعالى خلط في المجلس على الشباب وهذه المؤسسه راهي معك. الحاجه الاولى اللي نطمنك باش ما يزيدش كما قلت انت يا المراد تاعتي باش ما يزيدش النفسيه تتازم من ذلك اولا انا ناسد مؤمن هذه واش راح نقرا لك انت تعرف اكثر مني لانك راك تمارس فيها يوميا في حياه ربي جزاك خير. انا ناسد مؤمن اللي انت رقيب مولانا عز وجل. ثانيا خاوتك راهم هنا والمؤسسه هذه اللي تدير كامل الشباب راهي هنا بحول الله تعالى وانا اعلم راني مارس في المهام تاعي واعلم انه سيبري بدات تكون في تعقيدات على مستويات مختلفه الى اخره في بعض الاحيان تكون في بيروقراطيه الى اخره لكن في اراده قويه لتحسين الوضع في البلاد وبعدين نلمسوا فيها وبعدين نشاهدوا فيها بما يكرا حتى واحد. سي منتصر باذن الله تعالى رانا مع بعضياتنا بحول الله تعالى وباذن الله تعالى نقدموا لك اليد العون والمساعده اللي لازمها اخويا العزيز ان شاء الله. ان شاء الله شوف بارك الله ما جازك خير ربي يجزيك ان شاء الله. شكرا مره اخرى انك تحكي الفرصه هذه اللي تواصل معك في العيد وزيد نجددك تهاني العيد ونقول لك عيدك سعيد مبارك وكل عام وانت بخير وباذن الله تعالى ان شاء الله نشوف حالتك من احسن الى احسن باذن الله تعالى ان شاء الله. بنقول السلام ان شاء الله بنقول السلام لله الرقم تاعي هذه الحاجه الاولى السلام للناس وثانيا اوصي بخوا بيناتنا يستعد ويزور كما كان المرات اللي فاتوا في الشهور هذه القليله ديال مرضي النظر دونك يزيد يكثف باذن الله تعالى ونبقى نتابعوا في الحاله تاعك مع مختلف الجهات اللي لازم نتابعوا معها حتى نحققوا نتيجه باذن الله تعالى وقوتي اخويا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بارك الله ان شاء الله بارك الله فيك. سلم لي على الوالدين الكريمين الله يرضى عليك سي منتصر على الوالده والوالد وعلى الجد تكلم روح من الحال قول لها والوالد نتاعها قال شوف السي منتصر رغم الحاله اللي راهو فيها والحاله الصحيه الصعبه اللي راهو يعيش فيها لكن اراده فردة قدر يحقق كثير من المنجزات في حياته قدر يوصل كثير من الاهداف اللي كان راسها في حياته الا المرانا عند الحق ان شاء الله عند الحق ان شاء الله بارك الله فيك الرئيس قبل ربك المرانا منتصر
فعلا فعلا والله فعلا صح. الرئيس راح حاضر معنا، الوالد نتاعه وراه معنا هنا. هذا الرئيس. السلام عليكم. الوالد نتاعه راح حاضر معنا، تفضل. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحاج اهلا وسهلا. الله يبارك فيك ربي يعطيك. شكرا. بسم الحمد لله. كما بارك كل عام وانت بخير وتقبل الله منا. الاعمال ان شاء الله يا رب. جزاكم الله خير. لكن 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 يعني السماع يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نكون اتصال مع المسؤول خلوه ان شاء الله. الله الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير واحسن الله اليكم. شكرا 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 ان شاء الله. نعم رئيس. ان شاء الله بارك الله فيك الرئيس. وحنا في الحقيقه فرحنا بالخطوه هذه نتاع خونا منتصر اللي ان شاء الله تكون خطوه اولى وراهي تاليها خطوات بعدها وبعد. اليوم رانا شفنا كيما نقولوا مظهر من المظاهر اللي ما كناش نتسنوها واللي تمثل كيما نقولوا انعكاس كيما نقولوا للقياده العليا للبلاد راهي تتغلغل على مستوى المجتمع. بارك الله فيك الرئيس. ان شاء الله بارك الله فيك الرئيس. ان شاء الله بيدي بلا مزيه ان شاء الله. شكرا 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 جزيلا. طازج حلة جديدة وذوق اروع. زيرتوب اول قناة الكترونية في الجزائر.